يوم القوم أقرأهم لكتاب الله فأعلمهم بسنة رسول الله بالترتيب الوارد في السنة المطهرة. لكن أحيانا نتألف شبابنا الصغار، نتألف براعمنا الذين يحفظون كتاب الله عز وجل مرحلة التعلم، لما أقدمه يصلي بالناس يأخذ ثقة في نفسه ويشعر بالتقدير ويشعر بشيء من حفاوة جماعة المسلمية. هذا من ضمن وسائل السياسة الشرعية في تأهيل ناشئتنا وتربيتهم وتدريبهم. فأرجو أن لا يضيق صدرنا ذرعا بذلك. يعني أولادي أنت لو عندك أولاد في السن ده تحب أن الناس يتبنوهم ويقدمونهم نوع من أنواع التأهيل والتربية والتعويل وكذا وكذا. على كل حال، صلاة المميز اللي يعرف ما تصح به الصلاة ولو كان دون البلوغ صلاة صحيحة لنفسه ولغيره. لكن القاعدة يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فأعلمهم بالسنة المطهرة. وبعد هذا من كان أيضا صاحب دين، يعني ما في بعض القراء لا حول ولا قوة إلا بالله عندهم مشاكل، فيعني أقرأهم لكتاب الله، أعلمهم بالسنة، ويعني أتقاهم، أدينهم، أورعهم، وأكبرهم سنا أيضا، لأن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه أو الجافي عنه. وفقنا الله وإياكم أحبابي.